هنعمل دلوقتي حلوى بالسميد، طريقه سهله كده وبسيطه ولذيذه جدا. الفطائر دي او الحلويات دي، الحلوى اللي احنا هنعملها دلوقتي بالسميد والدقيق، دي حلوى بتتقلي حلوة جدا. بص مكوناتها لذيذة، يعني مكوناتها فيها شوية مكونات كتير شوية بس حلو. اولا في شربات انا هسقي بيه لما نرجع بيه هيكون بارد. هاخد هنا كوباية زبادي، بسم الله الرحمن الرحيم. طب انا بقول المكونات مع الشغل لان الشغل كتير شوية. كوباية زبادي، كوباية لبن، نص كوباية زيت، ربع صح كده، ربع زيت فانيليا، اتنين بيضة. يلا نحفظ مع بعض بقى تاني، كوباية زبادي، كوباية لبن، ربع زيت، اتنين بيضة وفانيليا. بسم الله. واضرب ده كله مع بعضه. هاجي هنا بقى عندي ايه، كوبايتين دقيق ابيض، كوبايه دقيق سميد، كوبايه نشا، كوبايتين دقيق ابيض، كوبايه دقيق سميد اللي هو دقيق بسبوسه، كوبايه نشا. تمام. الخميره هاخد يعني نص معلقه صغيره او معلقه صغيره مش مليانه خالص، فهبدا احطها في الخليط السائل ده معايا واحده واحده تاني. بص خميرة بسيطة خالص اهي. هقول تاني، انا حطيت هنا كوباية زبادي، كوباية لبن، ربع زيت، معلقة خميرة صغيرة او نص معلقة صغيرة كمان يعني، او صغيرة مش مليانة، وفانيليا، اتنين باكو واتنين بيضة. هاخد بقى هنا المواد بقى الجافة كلها، هندي هنا كوبايتين دي ابيض. بسم الله. انا سايبة السوائل هنا مع نفسها كده ايه تتقلب مع بعض، البيض مع اللبن مع الزبادي مع الزيت مع الخميرة. وادي كوبايتين دي ابيض، بسم الله، كوبايتين دقيق ابيض، كوباية دقيق سميد، كوباية نشا، وهوريكي شكل العجينة ايه اللي هسيبها تخمر وترتاح اهي. بصوا ده هو ده سمك العجينة. تمام، هو ده زي الكيكة تعتبر، بسيبها تخمر، بسيبها ايه تخمر. بعد ما تخمر بحطها في كيس حلواني كاني بعمل بلح الشام، بس بقمع مش كبير قوي لان هي بتنفش اكتر من ايه من بلح الشام شويه. لا مش بتنفش اكتر، بس هي طبعا ما عنديش كميه البيض دي كلها، انا حاطه بيضتين بس في كل ده، بس الخميره بتخليها ايه تنفش. هاجي بقى هنا كده وابدا ان انا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اشكلها جوه الزيت. انا حاطه قمع مش كبير، بس برضو بص الخميرة بتخليها ايه تنفش. احاول الفها حوالين نفسها كده ماشي، بستنى بقى عليها شويه كده تتحمر، واكون مجهزه الشربات. عايزه احطه في حاجه واسعه، ممكن ايه ممكن ايه، ناخد كده بقى بسم الله ونقلب الناحيه الثانيه اهو. بصوا خلينا حلوه كده بالشكل ده، واخد هي كده حلوه قوي، صفيها من الزيت وحوريكي. احنا مش عايزه تعملي الشكل الكبير، ممكن نعمل ايه، بسم الله. هاخد العجينه وابدا ان انا ايه ابدل المقص بس كده، وابدا ايه اقص وحدات. وتبقى دي وحدات صغيره لو مش عايزه تعملي الشكل الكبير ده.